أجزلة. هذا نفس سعد الربيب وماجد النصيف. شايف منتجات المقاطع يا ولد منا قرات وحالتهم حاله ورديات. وهاك اليوم ماجد النصيف يقول لسعد ابو ذيب يقول هم اعمارهم طقتها 40 ولا عرسوا ما في ماده. وكاد يقول سعد ابو ذيب يقول لا ماجد النصيف يقول سعد ابو ذيب يقول سعد يا زبن من جارت سنينه لحقني من زماني ما لحقني ابالي منك 200 الف دينه واسددها متى ما الله رزقني. لا وش قال ابو ذيب؟ قال ايش قال سعد ابو ذيب؟ قال سعد عسى ربي على الدنيا يعينه. انا بدين وقتي قد خنقني. وانا عقب انكسر موس المكينه لي شهرين ما حلقت دقني. خلصه روح. راح ما لك شيء. رديات ماجد. يلا شيل الليل. تسلم رديات. هذه رديه بين عامر بن منير. سلام عليكم. يا عامر بن منير يا طيب.